لمن تعطي دقيقة من وقتك سواء كنت مخرجاً أو إنساناً يعني؟ بأي زمان ومكان أنت حدد، يعني على راحتك. من تعتقد أنه يستحق أن تستمع إليه وتعطيه دقيقة من لكل وقتك؟ لكل الناس، لأن يعني لكل الناس بحاجة إلى يعني الإصغاء لما يطلبون. صح، لنستمع. ولمن لا تعطي دقيقة من وقتك؟ لمن أسلم عليه ويرد علي بجفاء. الله، وهي أهنى علمونا عليه. يقول لك من تقبل على واحد وما يرد لك السلام مثل ما قبلت عليه، صح، تعامل وياه مثل ما تعامل معك. صحيح. هل تعتقد أنك أهدرت وقتا ثمينا في حياتك؟ نعم كثير. نعم كثير. ما هو الوقت الذي تخاف منه؟ عندما أكون خارج الاستوديو. إيش معنى يعني؟ الوقت اللي أخاف منه أو نعم. الذي تخاف منه؟ نعم. الوقت اللي أخاف منه هو أحياناً الإنسان من يعني يحس بفراغ ويحس هو بحاجة إلى أن يقدم عطاء ثروة مستمر. من هذا الفراغ هو وقت يعني مخيف. صحيح. وقت مخيف جدا، رغم من انه انا يعني انشغل بالقراءه وانشغل بمشاهده الاعمال العالميه والدراما العربيه، بس احنا مهنتنا يعني من واحد يعني يستبعد عنها يعني او ما يستمر بها يحس يستبعد او ربما يعني انحسار فكري يعني. صحيح. انحسار روحي. ما هو الوقت الذي تقلق منه؟ الحاجة. الإنسان من يكون إلى يعني محتاج يعني يضطر يعني تزامن مع هاي الحالة الاضطراب النفسي، والحمد لله والشكر إحنا يعني محصنين نفسنا بالاستبعاد عنها عن الحاجة. يا رب دوم نشتغل والحمد لله، ويعني نخشى أن يعني نطلب هذه الحاجة من أحد الأصدقاء. الله لا يعوزك لأحد. الله لا يراوي لأحد. آمين. والله يعين كل المحتاجين. آمين. ما هي أجمل سنة عشتها؟ يعني السنة اللي سقت الزواج وما بعد الزواج. يعني وراء الزواج يعني خربت الشغلة؟ يعني زوجتي كانت يعني أخوي الكبير من زوج أختها يعني. نعم. أنا أعرفها يعني وبيني وبينها علاقة حب كانت قائمة. جميل. فكانت من أجمل الأيام، السنة اللي سبقت الزواج والسنة اللي ولحد الآن والحمد لله وشكرا. الله يديمها المحبة بيناتكم.